فضيلة الشيخ، ما حكم الكلام في أثناء المسير لصلاة الجمعة والإمام يخطب؟ الكلام والإمام يخطب حرام، لا يجوز، إن سواء كنت في المسجد أو مقبلا إلى المسجد، إلا إذا كنت تريد أن تصلي مع شخص آخر ومرات بمسجد قد أتى الإمام وشرع في الخطبة فلا يلزمك أن تنصت، لأنك لا تقصد هذا المسجد حتى وإن كان ليس بواضح، لكن إذا كان غير واضح لا شك أنه أهون، لأنك لو أنصت لا تستفيد شيئا.